مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحبائكم وأعزائكم. وياكم 100، رجعت لكم اليوم بلعبة إن شاء الله تعجبكم، اسمها Assassin's Creed Rebellion. هاي اللعبة مستوحاة من اللعبة الأصلية اللي هي Assassin's Creed. هسا نرجع على هاي اللعبة. اللعبة متكونة من يعني أبطال، هذا اسمه أوغلير مثل ما تشوفون على اليسار، وبالنص اسمه طارق، وعلى اليمين اسمه حامد. بس خلينا ندخل على اللعبة. هنا عندنا اوبجكتيف، هنا هو دا يقول انه اختار حامد. سلكت حامد and notice the preview of his action option in the next room. يعني نختار حامد مثل ما تشوفون نقدر نختار حامد من عنده، بعدين نضغط نقدر نختار من فوق طبعا، ونقدر نختار من نفس اللاعب، بعدين نضغط على هذا الشكل السداسي اللي بيه باب، الشكل السداسي الذهبي اللي بيه باب، على مود ندخل على الغرفة الثانية. هسه هنا دا يقول لك انه يعني حامد دا يشرح لك عليه، يقول لك هو هيرو اوف سبيشالست كلاس، ودي يشرح لك على يعني مميزاته. دوس. هسه هنا لازم نختار واحدة من ذني الثنين، يا اما نعبر يعني هذه الجوة مكتوب 5% او نعبر. هسه طلع ان هذا مقاتل، خلنا نتقاتل وياه. تشوف حامد يضرب، خلنا نختار هاي الثانية، اختارها بعدها، هاي الثانية قوية قتله. هسه رجعنا ايضا الى الثلاث محاربين. فهنا هسه دا يقول لك انه the ground route is crowded with enemies, going by the rooftop looks easier, choose your path carefully. يعني دا يقول لك انه ال 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 الطريق الأرضي مليء بالأعداء، فتختار اختار السقف أحسن، راح يكون أسهل إلك، واختار طريقك يعني بعناية. بس هنا ما أعرف شلون نختار هذا اللي يقول عليه السقف، يعني لازم أختار، ما عندي بس هاي ضغطة الباب هذا السداسي الذهبي لازم أختاره. راح أختار أيضا حامد، وخلنا ندخل على ذول المقاتلين، خلنا نشوف. ايضا عندي اوبشنين. انتبهوا لي ذولي صراحة يصير. اول واحد هذا راسا والله قوية هاي الخاصية. بس الثاني لازم اجمعها هسه، ما تتجمع. فاستمر بالسيوف يعني بالقتال العادي. بس الصحة قاعد تخلص مال حامد. قتله. هسه هنا اعتقد هو هسه احنا راح نروح على السقف مثل ما يعني النصيحة اللي قدموها. اقدر اتحرك هيجي، اقدر اسحبها واتحرك، اشوف الغرف واشوف السطح. فهناكو مقاتلين وهنا ماكو، هنا ماكو مقاتلين. خلينا نشوف، اختاريت اوغلير طبعا، خلينا نشوف راح فشل بانه يفتح هذا الكنز الصندوق. هنروح هناية ايضا. هسه يعني سمعت النصيحة مالتهم، قمت اختار فقرات السطح. بس هسه خلص الروف يعني السقف، هسه لازم ادخل على ذولي المقاتلين. عفية أوغلير والله بطل. هنا صارت يعني عدة شغلات، خل استخدم هاي أول وحدة السكاكين هذا. انتبه علي، بس ما ادري شو عبالك ابد، ما اثرت بي، لازم قتال عادي. شنو هذا؟ تشوفون السيف من شوخ بظهره انكتل هذا. هسه هذا الثاني هذني يحتاج تجمع يعني من الضربات، تحتاج تجمع على مود تتفعل الخاصية. ايضا قتلته. وهنا هذا صندوق اخذتها. اوكي
يعني هو كانت المهمة أنه أخذ المصادر الموارد وأخذتهم mission completed، خلصنا المهمة كل الزين، ثلاث نجمات، خلصت المهمة الأولى، المرحلة الأولى into darkness. بس حامد والله الهيلث مالته قليلة، هذني الموارد الريوردز اللي حصلتها. اوكي شباب، هسه ندخل هاي المرحلة اللي هي يعني legacy mission، يعني اعتقد ما لها دخل بالمهمات ضمن الريجن. خلينا ندخل لها ونشوف، نقول له play. ايضا الابطال الثلاثة وجلير وطارق وحامد، راح نقول له start escapist. يعني اعتقد المهمة مالتنا انه نهرب، يعني نفلت بين قوسين ننهزم. mission eliminate sent. اوكي ما لحقت اقرا المهمة، قدامي بس هذا الباب، واختار طارق واستخدمه. اجى هناية بلش بالقتال العادي. جيد جيد، والله عندهم يعني، خلنا نبقى مختارين نفس طارق ونشوف المهمة اللي بعدها. المهمة اللي بعدها يقفز، يلا لا يمشي فيلير. خلي رأسا نبلش بالخاصية. افادت، لازم الخاصية رأسا نستخدمها. والله الصحة مالته قاعد تقل، خلينا نستخدم الخاصية الثانية. اي كل الزين. اوكي عاد خلي طارق شوية يرتاح، خلينا نختار حامد. اوكي ونكمل نفس هذا الجندي، هو طبعا غير جندي بس نفس الشكل اتوقع. جوي جنود اثنين، خلنا نختار الخاصية. ايه هذا كتل اول واحد، اوف كتال، يلا يلا كتلة. لا يمعود يمعود يمعود، اختار الخاصية لانه خاف. ايه جيد جيد، هسه حامد وطارق صاروا نص هيلث، يعني خلنا نختار اقلير احسن لي ونستمر بالمهمة. ها هو هذا سانتياغو ذا سباي، يعني سانتياغو ذا سباي يعني جاسوس. اوكي هنشوف اذا اوغلير يقدر يقضي عليه، بما انه اوغلير ليفل 2 فاختار اوغلير. هنجرب نبلش بالقتال العادي اعتقد افضل، وبعدين الضربة اللي بعدها راسا نستخدم الخاصية. اوكي الخاصية الثانية، بعدين ضربة، ايه قتله. جيد جيد، اوغلير حتى الهيلث مالته يعني بقت تقريبا. خلنا نبقى نختار اوغلير. اوكي ما سيلحقوه اوغلير، خلنا نشوف اذا يقدر يقفز هنايا. بعدين كمل عافية. جيد هسه هذه هنايا كلها يعني ماكو اعداء، لذلك خليه مستمر اوغلير. راح اجرب هاي مال الاساسن جريد، هاي يمكن القفزة اتوقع. لا مو لا خل اشوف، لا ما شنو هاي. اوكي هنجرب هاي الثانية ايضا. ميشن كومبليتد، خلصنا اعتقد المهمة الثانية. The escapist يعني المهمة كانت eliminate Santiago the spy، قضينا على Santiago و escape to safety، يعني انهزمنا الى المكان الامن. نقول له continue هذه reward، بعد continue loading. اوكي
اوفر. ها هذا فري ريورد، خلينا نشوف الفري ريورد. يلا كيوب، نشوف شو راح يطلع لنا. مو قلت لكم بطل جديد؟ نيو ريكروت كومن، شو اسمه ماكسيمو. وبعد اكو بطل ثاني، شو اسمه كونستانزا. وبطل ثالث اسمه ماتيو غالان. اوكي كل الزين. اوكلير نقول احنا يعني مستعدين هسه للقتال. اتمنى تكون عجبتكم، اذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ونشروا المقطع بين اصدقائكم، ونشوفكم بخير بالحلقة الجاية. كان وياكم 100.